ينذر فصل الخريف لهذا العام بوطء رطب بشكل عام، لا سيما في المناطق الجنوبية والساحلية من البلاد، ويتوقع أن يكون متوسط هطول الأمطار مع اتجاه زايد في المنطقة الجنوبية والساحلية من البلاد في الفترة من يونيو إلى يوليو أغسطس وسبتمبر، كما أنه سيكون بداية مبكرة لموسم الأمطار في معظم أنحاء تشاد، خاصة ولاية كانم والبطحة وشمال جيرا ومايكبي الغربي وتانجيلي وشمال مندول وشرق الأوسط ومونتي لام، كما يتوقع أيضا نهاية متأخرة لموسم هطول الأمطار في معظم أنحاء تشاد. ومع ذلك من الطبيعي أن يتم ملاحظة نهاية هذا الموسم في وقت مبكر كوداي وغرب ووسط ولاية سيلا وجنوب شرق حجر لميس وشريبا جرمي ومايوكيبي.